لو انظر اليها من قبل سنه ونص قبل ما ابدا كنت اظنها مهمه مستحيله. جميل. وكتبت عنها حتى في التجربه نفسها، كتبت عنها في مدونتي البدر.com. كنت اظنها مستحيله لان ما سبق لي الفت كتاب، واللي ما سبق مر بتجربه يستصعبها. بعد ما مريت بالخطوات وجدت انه يعني اي مهمه صعبه اذا قسمتها الى اجزاء صغيره فككتها واشتغلت على كل جزء باستقلاليه اخيرا ممكن تصل. والحمد لله انا نشرت الان في المعرض الاخير هذا كتابين. جميل. من صفر الى كتابين في خلال جميل. سنه. جميل. فالتجربه لا شك انه كانت بذلت فيها جهد كبير، جزء كبير من الجهد في التعلم والتلمس والاختبار والخطا والتجربه، قد يكون في تجربه اخرى هذه تعديت، ولكن ما في شك انه الوقت المطلوب للتاليف والتفكير هذا وقت مهم، واذا نظمت وقتك ستجد الوقت الكافي لل تنصح المؤلفين الجدد ياخذون يكتبون يفتحون مدونات ابتداء؟ ما في شك نجاحي على الاقل شخصيا كان بناء على نجاح المدونه. جميل. مدونة أعمال أكتب فيها تجاربي. المدونة كنت أكتبها تقريبا كل مرة كل أسبوعين، أنتظم مرة كل أسبوعين وأكتب فيها كل مرة عن موقف مر بي وكيف عالجته، سواء كان المعالجة صح أو جميل. خطأ، وأدون فيها رأيي وقتها. مع الوقت تكونت لدي عبارة عن مجموعة من المقالات والأفكار، ولكنها إلى حد ما كانت متناثرة، صح أن كلها حول موضوع الإدارة والقيادة وقيادة الفريق، ولكن كانت الى حد ما يجمع بينها رابط يعني او تسلسل واضح. فعملت على تسلسل وضع فكره عامه للكتاب، فكره واحده للكتاب وتسلسل عام للكتاب. صار في زي التحرير يعني، عملت سنكرونايز بين المقالات والافكار كلها مع بعض. واضفت ايضا وجدت ايضا بعض الفراغات التي تحتاج الى تاليف، فالتدوينات السابقه مثلا كونت كتابي سيره غير ذاتيه اللي صدر مؤخرا، قد يكون 40% من عباره عن تدوينات سابقه، ولكن 60% اشياء جديده اضفتها لم انشرها في اي مكان اخر، ولكنها كانت لتغطيه بعض الفراغات اللي موجوده في المدونه. جميل. يعني معناته التحسين بالنسبه للمؤلف والتطوير والتعديل وارد، ما في اهم شيء انه يبدا، اهم شيء البدايه، البدايه، واهم شيء انه يكتب، يعني ما يتوقف عن الكتابه. هذه نقطه جدا مهمه فعلا، الممارسه العمليه، الممارسه، الكتابه، ابدأ اكتب، سواء انت تفضل الكتابة على الورق او على الكيبورد، بس النصيحة الأولى اللي هي اكتب أي شيء، بس اكتب. ممتاز. هذه دائما نصيحة نقدمها احنا للمؤلفين بشكل عام، انه ابدأ اكتب. اكتب. بعدين عدل، بعدين حسن، بعدين طور. في مثل كان بيقول اكتب مسودة من قلبك الأول وبعدين عدل. ليه؟ الكتابة صحة نفسية كبيرة جدا، أنت مكبوتات جواك طول العمر، الاحتفاظ بيها مؤذي. كون انها تنزل في كتاب ايموشن، تطلع الايموشن، كانك اسقطت اعباء طويله. جميل. ولذلك طب ورا ما تكتب لنا روايه على الدكتور عشان تطلع المشاعر الجايه. لا الاحتفاظ في، اظن الكاتبه اسمها مايا انجلز كانت قالت كلمه كده حكمه، ان من اكثر الاشياء صعوبه وايذاء للنفس انك انت تحتفظ بشيء ولم تكتبه، يعني تحتفظ بالظبط. وبالعكس انا عايز الدكتور بدر يقول لنا على بعد ما نزل كتاب وسيره غير ذاتيه وكل اللي جواه ده نزل على شعور ايه دلوقتي. ما فيش حاجه عمل رحله بسايكل في اوروبا يعني. والله ما كنت تسمع قصه الدكتور لك تابع عن تجربك عمل رحله بسايكل. لنا الموضوع صار بعد الكتاب مباشره. انا ودي ادمج الفكرتين مع بعض. بعد الفك ده، فك ما نزل بقى خفيف خالص. هو التحدي الكبير السنه هذه مو انه كان عندي فقط كتابين واداره شركه واسره، ولكن ايضا كان في تجربه تحدي لاول مره اخوضه في حياتي، انه رحله على دراجه على مدى 500 كيلومتر على مدى 5 ايام. وانا اقصى مسافه قطعتها بالدراجه قبل كذا كانت 12 كيلو. قفزه يا دكتور، قفزه نوعيه. بعد الكتاب، بعد الكتاب خذ بالك. وكان ايضا وقتها تزامن تحدي، انه وقتها تزامن مع وقت تقديم الكتاب للمطابع والمراجعه. فكيت يا دكتور للقيود. ما فكيت، وكان في نفس يعني في وقت متزامن يعني. فكان يعني كنت استعد للرحله في نفس الوقت اراجع الكتاب، في نفس الوقت ندير الشركه.
فكان الوقت صراحه الضغط على الوقت كان كبير جدا. كان تحدي الحقيقه تحدي. وطبعا اثناء الرحله الحمد لله سلمت كل شيء وقت الرحله. وقت الرحله استطعت اني اركز في صعوبات الرحله. والرحله كانت من امستردام الى برلين، كان الطريق رائع وجميل ولكن جو بارد وممطر. ايش رايك في برلين؟ طلعنا ما ذاك المدونه ترى، عطنا كل التاسكس اللي صارت برلين. ترى هذه احد ابداعات الكتابه ترى. انت عندك تعطينا من الواقع. عطنا بالذات داش حوالي كيف كانت 5-0. والله انا بدات ادونها الان واكتبها لنفسي على اساس اني اطلعها، وايضا هناك صور وفيديو يوثق ايضا عشان تصدقوني بعد. ترى يقولون بالتاليف، يقولون التاليف عباره عن دائرتين، دائره فيها الحقيقه ودائره فيها الخيال. اجمل منطقه للكتابه اللي في النص، من الحقيقة مع شوية تطعيمات. ترى تطعيمات من برا دكتور ما يضر ترى لو تحطينا شوي. الكلام اللي تقول ياه يحفزني أكثر الآن على إني أدونها أكثر، وليس فقط ذلك ولكن إني أخرج من الحقائق فحسب وأكتب فيها بدل ما أسميها الخيال مشاعري. مشاعر بالضبط. مشاعري وإنعكاسها علي وأثناء الرحلة، فهذه الأشياء اللي مطلعة. وجزء من الكتابة اليوم إيموشن. احنا نحتاج الإيموشن للداخلي. صحيح. كل الناس يعبرون بطرق مختلفة. أنا توقعت إنه هو بعد الكتاب حيعمل الرحلة دي. يعني حتى تليفونات. صار 100 كيلو دكتور، يعني معناته الرجال كان صوته في التليفون معايا اختلف. يعني مش ده بقى. حاجة مثلا 20 سنة ورا. 500 كيلو 12 500 روح ثانوي. كان الكتاب حابسه. كل ده كان جواك. أجل قدامك يا دكتور على الصفحة كان يشيلك تقطع كل الأرضية. لكن بس يعني أنا أتكلم الآن. بدأت أمستردام إلى برلين. جميل. ولكن الآن أنا أتكلم في وقت الحمد لله أنجزت هذا التحدي الكبير اللي هو الرحلة اللي أنا ما توقعت. أنا بنفسي كان عندي سؤالات هل أستطيع أنجزها ولا لا. الآن أنا أتكلم بالفخر على الأقل على المستوى الشخصي إني أنجزتها. أيضا أنجزت الكتاب مع محمد والكتاب الآخر سير غير ذاتية. فأنا في أعتبر نفسي الآن في مرحلة مفصلية في حياتي. الحمد لله أنجزت 3 إنجازات كبيرة. جميل. أفخر أستطيع أن أفخر بها. جميل. طبعا حيكون لأني أعرف نفسي زين، أنا حصعب المهمة على نفسي السنوات الجاية. لازم أدور على تحدي أكبر. فالله يعينك. الله يعينك. صح. جزاك خير دكتور أسعد. والله يعني اللقاء هذا لقاء ممتع وحفزني الآن كثير. خاصة بيني وبينكم وعد. دكتور أسعد كان موعدنا بقصص الحقيقة بطريقة فني. اللي هي قصص كيف يعني هو يبدو لي انه كان يشعر بوجود نقص في مفاهيم المحاسبة لدى الناس عند العامة. وكان احنا نتناقش سوينا عصف ذهني بالمكتب وقلنا ليش ما تطلع هذه على شكل قصص، يعني نفس تعليمات حق المحاسبة والمعلومات اللي انت شايف فيها نقص بالسوق ليش ما تطلع للناس بشكل قصص. فجزاه الله خير يعني. ان شاء الله تحمس للفكرة. لعل ان شاء الله في المعرض القادم اتمنى انها تكون في المعرض 2017 موجوده. اتمنى خاصه ان المحاسبه يعني جافه للناس، عامه الناس يستصعبوها. ايوه. وغير واضحه مفاهيمها لهم، حتى اصحاب منشات الاعمال في كثير منهم ما يستطيع اقراء القوائم الماليه اللي يسمونها الميزانيه، ما يستطيعون. فكنت يعني الفكره ان يعني نضع بعض المفاهيم والمبادئ المحاسبيه بشكل قصصي يكون محبب للناس، مبسط سهل، واهدف فيه للعامه وليس اقول الشركات او المتخصصين، لانه اعتقد انه من الجهات قد تحتاجه هيئه سوق المال في جزء من العمل التوعوي لها للمستثمرين اللي هم عاده او في المجتمع. احنا عندنا لاحظ المعادله معكوسه في المملكه العربيه السعوديه، المستثمرين في سوق خلينا نسميه الاوراق الماليه النسبه العظمى قد تتجاوز 90% افراد، وهذه المعادلة مقلوبة. وبالتالي تواجه سوق المال تبغى توعي الافراد هذول، ما عندهم الوعي. والوعي عندهم انه كيف يستطيعون يكونون القوائم المالية اللي يستثمرون فيها. هم المسألة هذه يعتبرونها طلاسم المستثمرين الافراد. وهذه سويناها في استبيان عملناها قبل كذا مصور في احد البرامج التلفزيونية اعتقد مع قناة الاقتصادية. فكان صعب عليه جدا المستثمر هذا انه يشوف القوائم المالية ما يفهم شيء، يقول طلاسم. من هذيك الايام بعد الروبورتاج اللي حصل ذاك قبل يمكن 3 سنوات، فانا قاعد افكر كيف نقدر ننزل المفاهيم المحاسبيه نبسطها بشكل قصصي
يستطيع القارئ العادي أن يفهمها، وبالتالي نطور يعني نرفع مستوى الوعي المحاسبي في المجتمع. إن شاء الله. هو أحد أساليب الكتابة المعتمدة الآن والمعترف فيها دولياً، الكتابة ضمن منظومة قيم. تحط لك مجموعة قيم الآن تكتب تتمحور حواليها. هذه يستخدمونها في عدد الأطفال بشكل كبير. يعني مثلاً تجي أنت حاب تعلم الطفل مجموعة قيم أو مجموعة معلومات. تعلمه مثلاً الرقم من 1 إلى 6 ثم سوف تعلمه أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت. فتنسج القصة كلها وفقا لهالمعطيات اللي عندك. هذا أدب ترى له أساليبه له طرقه له فنونه يعني. وأيضا هم يقولون الآن إنه كثير من الدراسات تتكلم عن إنه يعني إنك تجيب القصة بشكلها العفوي التلقائي ثم تزرع فيها القيم جوا القصة بدون ما يشعر فيها القارئ. القارئ يلتقط المفهوم التقاطا من خلال السياق. فأتمنى إن شاء الله نشوفها في عام 2017. إحنا مستعدين ترى التعاون معك في نشرها وتقييمها وتنقيحها تعديلها. في نهاية اللقاء أنا أشكركم جميعا، أشكر الدكتور محمد شلبي وأشكر الدكتور بدر وأشكر الدكتور أسعد وأشكر زميلنا رحسان بجبع من شركة الانفوجرافيك. وأتمنى الحقيقة أن الندوة دي تكون مثرية للمؤلفين الجدد، محفزة لهم، ملهمة لهم. هي لا هي صنون أكثر من أنا. بالضبط. هي احنا الفكره انه ننقل التجربه ننقلها للناس، يعني كيف يوظفونها لصالحهم، كيف يستخدمون ادوات بسيطه، كيف يكتب ثم يعدل. هذه من ضمن الاشياء اللي مهمه جدا 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 اليوم في عالم التعليم. كثير من المؤلفين الان يصطدم بالواقع، يروح للناشرين اللي ما يلقى احد يشكره. ليش؟ لانه ما في منهجيه. خطر بباله كتاب بدا يشتغل عليه بدون قواعد، بدون معايير مهنيه، بدون افكار واضحه ومحدده. الجمع اليوم لم يعد قيمة. أي واحد الآن بالنت شاطر بالنت يقدر يجمع لك أي مادة خلال 2 أو 3 ساعات في موضوع معين. القضية قضية كيف تقدم وكيف. أشكركم جزيل الشكر وأقول جزاكم الله خير وأقول مبروك على المولود الجديد. شكرا. والله يرزقكم بره. خلاص. ألف مبروك على المولود الجديد. وإن شاء الله السنة الجاية نشوف مولود أكبر منه شوية. ألف مبروك.